قبل ما نسافر لازم تعرفوا انه هناك عندنا ضوابط لازم نلتزم بها، واللي هي انه ما في واحد يقول انا ما باكل ده وانا ما بشرب ده وده وده وده. كل ناكل اللي بياكلوه الناس ونلبس اللي بيلبسوه الناس. نحن بنلبس عراريق وسراويل، والنسوان بيلبسوا التوب او العبايه. تليفونات ما في، هيثم لا واتساب لا سيلفي لا ده. اول ما نبدا متحركين حننزع كل الموبايلات. نحن هناك في الرحله دي عاملين برنامج طول الثلاثه ايام بتاعت الرحله. نحن دايرين نستفيد من الرحله دي، الرحله دي دايرين نحن نستفيد منها انها تعدل فينا ونكتسب منها اشياء بتفيدنا في حياتنا في المستقبل. ياسر. نعم يا ابوي. امشي البسوا جلاليبكم وشوفوا لهيثم ده جلابيه وشويه عناريك. حاضر يا ابوي. ارى هيثم. منى ومياده. امشوا مع ساميه وساره يشوفوا لكم ملابس. طيب وشنطنا ديل؟ لا 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 دي حنخلوها هنا. بس يا عمو. يا بنت انا قلتك كده خلاص. ما في انتهى. تعرف يا علاك الفيديو قلت نهرتها بقى زي الزول بتمطق له في عرضيبه. عفيت منك يا عدلان، والله قدرت عليهم جد. وانت شفت حاجه؟ انا هناك واضع لهم برنامج يفرمت كل الفايلات بتاعت العادات الغريبه الداخله عليهم. برافو عليك. انا في البيت سينير وفي السواقه سينير برضو. اسمع هنا، شوف انا ما عندي سينير. انا يدك دي بكسيرة ليه؟ ياسر احترم نفسك، ده ضيفنا وضيفك. عادي يا فارس، اخوي الاكبر مني بسنتين. امجد شيل منه التليفون. حاضر. اسمع كلامي على الاقل لو سمحت بدون شوشره كده، جيب تليفونك خلاص عشان ما تخالف الماده 310 من رحلات الريف. البس زي الرسم اللي رحلات الريف، ولا حتعاقب بمخالفة المادة 620 من رحلات الريف بند العادات واللبس. اسمع هنا، التلفون وشلته، اما اللبس اللي بتلبسه والشادي انا ما بلبسه. انت متاكد انه السيد عبد الحميد صلاح جاي فريقنا ده؟ اي ظلم الفاضل، قال جاي هو واولاده مع عدلان، وقال لكم قال لكم الموضوع ده سري. سري حصلها حصل اول مره يجي فريقنا ده وتقول له الموضوع سري ما انا عارف حاجه، والله عيب. اجيب يا اخوانا، انا اتاكد بس اضرب السيد عدلان. ايوه قال لك سري. اصبر شنو؟ شنو قال لك شنو؟ ها؟ هو رد ذات هو رد؟ عدلان. تلفونك ده بدق ما ترد عليه؟ تلفوني؟ ها. لا ده البلولة يكون خبر جيتنا ده وصل عنده؟ الو
البلولة فيش نوم مال ما قريب لك بدور ألومك يا أخي. ده خبر تجسس مننا زول مثل عبد الحميد جاي حلتي هنا ما نعرف إلا من أسعد. ده أسعد ذاته تكلموا منه ها الفاضل. انت خشمك الخفيف ده ما بتقدر عليه. انا مش كلمتك قلت لك ما تكلمون وقلت لي ما حضرب لهم هاخون مصر. اسمع يا البلولة عبد الحميد لما نيجي حينزل في ديوانك والنسوان حيكونوا في محل الحريم مع حسنة ها. اسمع ولازم تعمل الآتي. لا لا بالحيل ان شاء الله. لا انا خلاص شنو انا خلاص لحد ما نجي عليكم. نمت يا الفاضل ها لكن حتصحى هنتحاسب بعدين. معقولة بس؟ معقولة؟ معقولة بس لكن الطريقة دي هدوم أنا أطلع بها الشارع؟ الهدوم دي أنا ما بطلع بها الحديقة بتاعت الفيلا أطلع بها الشارع؟ يا الله يا لانا وشيل تلفوني؟ وشيل تلفونه؟ أنا ما عارفة ليه يا بابا زلت مسيطر عليك كده. أنا طلبت منه كده لأن للأسف أسرة مشردة أسرة مشتتة دايركم تشوفوهم بيعملوا في شنو وتعملوا زي ما هم بيعملوا. الهدف من الرحلة دي اللمة الحلوة دي. الله شوف يا ناس نحن ضيفنا واحد ما عندنا فريق بين ضيف وضيف ونحن ضلنا خيرنا باصد وده كرمنا قال بنكرمهم بيه. أي بالحيل حديثك ده تسمع تبع أخوي لكن أخواننا عدلان قال الناس ديل ما دايرين يعملون تعامل بتاع الفرتكورات دي. إن شاء الله يكون حديثي وقع عليكم. أي وقع هو قصدوا لكم شنو؟ ما تقعدوا تشتتوا لهم في الشوارع وكمان ما تقعدوا كمان تهتفوا لهم. ايوه من ما يجوا النازل تقوموا تكلموا النسوان يسوون العصيده ويسوون الكسره وده الدائر انهم ذاتهم. تمام ضبيحه بنطبح له واسعد ده كان جانا بنطبح له الا البرنامج الواضع عدل نصاوي كلفنا به حمدان للرجال وحسنا للنسوان. كلامك سمحت قالوا عبد الحميد قال لي عدلان انا بدور ارجع اولادي لاصلهم في شان انشغل عنهم وما فاضيلهم. اسمعي يا آسيا انت يا اختي مسؤوله من مياده وانا خلي لي منى. سامح امشي يا حمدان الفاصل الاعلاني ده خليه بعدين. سامح حمدان 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 حمدان. طيب بابا ده مدام داري يمشي من العيله مكان يسفرنا اجازه لاي دوله اوروبيه. حباكم والله مديرنا كبير حباكم والله حباكم فضل 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 مرحب سعادتك حضر حبابك والله حبابك بارك الله فيك فضل 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 راجوة فضل 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 راجوة هاني توان شكلك بالجلابية عجيب يا حيسم. انت ما كنت تعمل بالتليفون كده تاخذ لك سيلفي ظريف كده عشان ترسل لاصحابك في الفيسبوك؟ اه والله نسيت يا فارس التليفون ما جاسفنا منه هناك. نورت الحله يا هيثم نورت الحله يا هيثم. تفضل يا هيثم تفضل نورت يا هيثم. هيثم تفضل انت ولا شنو هيثم؟ تفضل 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 تفضل. الله يبارك فيك تفضل الله يسلمك حباكم والله يا حباكم. انت العوض
البرنامج الواضع عدلان لين مزعول شنو؟ البرنامج الفاضي كالآتي. ايوه ما بكلمك عنه، خشمك خفيف، خشمك خفيف ولسانك شبكته 4G، 5 ثواني بلقى الحلة كلها عرفت اخرتها الفاضل. بقيت تجح لا تكون ضيف. متطور يا ما مسلغف. يا هيثم يا هيثم يا اخ فكه والله وشك ده بيقع منك. استنشغلك استنشغلك هوا نغي يا اخ، بعيد من جو المدينه الكل كيماويات ده يا اخ. عايز يرجع لاصحابي يقول لهم كنت في اوروبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حمدان للي ما بيعرفني يعني، ومزعول مزعوليه تامه من البرنامج بتاعكم. البرنامج رسموا السيد عدنان شخصيا. بكره من الصباح نمشوا الحواشات نعلمهم كيف تمسكوا الطوريه وكيف تشقوا الجدول، والسعدي تدعشوا وتنوموا طوالي. تمام يا شباب. ابشر انت الفاضل. اسالك سؤال، على عاجبك في زحمه الخرطوم والجوطه بتاعت دي شنو؟ خسر بلد كندي ما حلوة وجوها ظريف وجم، شوف زي الطراوة دي، شوف زي الهوى النغي السمع ده. أنا أزال عندي فحوصات تنتهي تاني في حلمك ما بتشوفني سنتين. طيب ده برنامج الرجالة، النسوان عملت لهم شنو؟ عملوا لهم برنامج داغت لأنه زمن الرحلة أساسا قصير. أها برنامج بكرة شنو؟ نحن المرأة بنعرفها من كسرتها وشين فايدة المرأة الما بتعرف العواسة. أثنائي في البداية زي ما وريتكم بنمسح الصيدة كدير بالطايوق، وبعد ذاك بنشيل العجين بالكباية وبنكبه بشكل هلال وبنعوسه بالقرقريبة، وبعد ذاك بنشيله نحطه في الصينية دي الجنبك دي. يا خالتي ممكن سؤال؟ هسألي حبيبتي. الرقرقيبة دي شنو؟ ما اسمها كدي، اسمها القرقريبة. هندي 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 دي زي الطرقات اللي قست عليكم قبل. يلا نبدا، 1 2 3. أجنا أجنا ما تأثر كويس، أجنا بطين ما ودن بعلو. بعدين أجنا أقول لك شيء، الطين ده بيطلع لك منه البطاطس والطماطم والبامبي والبصل، ديك كلهن بتملأ بهن كريشتك. أحفر كويس أجنا. وبعدين أقول لك شيء تاني، الطين ده خلقوك منه وبعد عمر طويل حيدفنوك فوقه. أحفر كويس. أنت عارف يا عبد الحمدان، أيه هيثم ده كان ما تلتخ بالطين ده ما بيشتغل زي الناس. اصبر لي بوريك اليوم. اصبر ها؟ كده بعد ما انتهينا من عواسة الكسرة كدينا نشوف رأي اللجنة بغيادة سامية. كسرة جميلة جدا جدا ومبشرة، كذا نذوق الطعم. بسم الله. فطيرة شوية بس. وانت يا ميادة كسرتك وينها؟ سيم خشمي حركتك يا بنتي، معليش محتاجة حبة تدريب زيادة. مسكة الترخيري قدرت طلعت لكم طرقة، شوفي قد ايه مسوي شوا كيف. معليش يا بنتي معليش.
شوفوا يا جماعة، أولا إحنا ما نعد نحسب نقول واحد اثنين ثلاثة تتحركوا طوالي، واضح الكلام ده؟ واحد قلنا واحد اثنين ثلاثة. أها، بعد ما علمتكم كيف تعملوا العصيدة أشوف فيكم يا ذلحة تعملها أحسن من الثاني. هاي يا سارة ما تشوفي منها. تعرف يا العوض؟ ايوه. الطلبه ديل المفروض يجيبون رحله للريف يتعلموا فيها الزراعه ويتدردحوا شويه كده يعني. والله صدقا لكلامك يا الفاضل يا اخوي، الاولاد ديل وبالذات اولاد المدن القنوات دي اثرت فيهم تاثير شديد في كل شيء، في لبسهم، في مشيهم، في كلامهم. وزي ما بدخلونا الخدمه الوطنيه مفروض يدون كورسات في الزراعه، في الحصاد، في التكافل. والبنات مفروض يعملوا لهم كورسات في العواسة والطبيخ، يعني زي ما يادة وما كدي. شباب بصراحة كده أنا كنت شامل الوضع ده شديد، لكن بعد ما طلطاه طبيعتين البلد دي حسيت بأني زي نبتة، زي شجرة بتشق الوطن من جديد. ياسر أنا آسف بجد كنت فاهمك غلط، حقيقة أنتوا عائلة مؤسسة، وفكرة أنكم تجيبونا هنا دي كانت فكرة عبقرية. ياس أها، رأيك شنو في الجيماتي؟ والله أسمح من حقتي تلميذتك. ما علقتوا على الشاي بتاعي؟ ما عجبكم ولا شنو؟ تسلم الأيادي حبيبتي، شاي طاعم كده ما شاء الله. تفضلوا يا أخوان ما تأكلوا. تعرف يا عدلان، أول مرة أحس إنه أنا عندي عائلة، أول مرة أحس إنه أنا عندي أسرة، ده كله بسبب مشية الريف دي. المشية دي يا عدلان خلتهم يصلوا الأرحام. أيوة ولدي بقى عنده همة، زرع أشجار مثمرة قدام البيت. أيوة والله. وميادة بيتي بقت تساعد أمها، بتساعد أمها في شغل البيت كله. والأم ذاتها، الأم بقت مرة حقيقية. بس يا عدلان في مشكلة صغيرة. مشكلة؟ مشكلة شنو؟ المشكلة دي داير تكلم سامية مرتك، تكلم بها منى مرتي، خلي تقول لي منى العصيدة ما بيعملوها في العشاء.